منظر كهذا أصبح من الذكريات في المغرب. المقهى والشيشة والتاي المغربي والذي يلتم حول إبريقه المزخرف الأحباب أصبح يرى في الصور فقط على شاشة تريندينج. حاول الذهاب إلى المقهى سترى هذا المنظر، الشيء الوحيد الذي يدل على أنه مقهى هي اللافتة. اقرأ اللافتة وعد إلى المنزل. مجموعة شباب مغاربة من محبي المقاهي قالوا سننشئ مقهى خاص لنا، ولكن أين على الفيسبوك؟ يعني مقهى افتراضي لا بأس، وأطلقوا عليه اسم مقهى فينكم. قرروا الاجتماع كل يوم بالبث المباشر عند 8 مساء بتوقيت المغرب، وشعارهم نشربوا قهوة في الدار ونناقشوا شنو طارئ في هذا النهار. أما بالنسبة للهدف منه فهو تشجيع الناس على البقاء في منازلهم. قبل البث المباشر بعشر دقائق يبدأ التجهيز لهذا البث المباشر. الموسيقى تعمل وصورة القهوة يخرج منها بخار، وكل شيء جاهز للبث عند 8 بتوقيت المغرب. جميل. دقت الساعة للاجتماع، تعالوا لنرى المشاركين والمشاركات ونماذج المواضيع. لا جميلة. واش ممكن تعاودي لنا على روتينك اليومي كي كدوزي نهارك؟ نهاري اليومي حاولت في الحقيقة نتقن مع هذا الكونفينمون، لأن هي ضرورة إجبارية فيها حماية لنا والآخرين. مرة كنبدأ بالرياضة. نهاري اولا بعد الميزه في هذا الكونفينمون هو كاين واحد المصالحه مع المطبخ. غادي نشوفوا اهتمامات سي احمد رزقين. يستمر الحديث لساعة أو أكثر ويدخل ناس ويخرج ناس. زهيرة مشين تقول سيكون جميلا لو تمت دعوة أصحاب مدارس وأصحاب المستشفيات الخاصة للمساهمة في النقاش. أما منى الحكيم فتقول ليس هناك احترام مساواة في المقهى، بغينا 50% متدخلات و 50% متدخلون. أما نور الدين فيقول نور الدين في هذه التغريدة لم نجد مكانا في المقهى لأن الجميع هنا حجز الكراسي والطاولات لأصدقائه وجيرانه. آخر تغريدة من أم سهيل تقول حشارك ولكن قهوتي على حساب من؟ على حسابي يا أم زهير.